مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. معانا ومعاكم مع لقاء جديد نناقش فيه كل ما هو جديد حول الاستثمار على ارض مصر، وحول اخر ما يحدث من تغيرات اقتصاديه واجتماعيه في السوق المصري. في البدايه بننعي ابنائنا واخواتنا وشهداء مصر وشهداء الوطن، خيرة شباب مصر والمصريين اللي راحوا فداء لأرض الوطن وفداء لينا، هم راحوا عشان احنا نعيش. لازم ما نضيعش حقهم، لازم ندافع عنهم وندافع عن أرضنا. الناس دي راحت وهي صايمة عشان تحافظ علينا احنا نعيش في أمن وأمان، وهم ربنا يتكفل بيهم ويجعلهم في الجنة شهداء عند ربهم يبعثون. بننعي أهالي الشهداء وبننعي أنفسنا وبننعي مصر وننعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في خيرة شباب مصر وخيرة شباب الوطن. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن الشهداء ليهم عند ربنا مكانة زي الأنبياء. شهداء مصر وشهداء الوطن هم اللي بيفدوا البلد بدمهم وبحياتهم وبعمرهم. ننعيهم ونتمنى لهم دخول الجنة والمغفرة والرحمة من رب العالمين. هنبتدي معاكم ومعانا بمجموعة من أهم الأخبار اللي بتحصل على أرض مصر. في البداية سيادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بيتقدم بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وعبور المصريين واستردادهم لأرض سيناء الحبيبة اللي اتراوت بدماء المصريين ودماء شباب وخيرة رجال مصر. بيتقدم بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الخطوات الجادة التي تحدث على أرض سيناء الحبيبة في الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة. هنبتدي معانا ومعاكم في البداية بمداخلة مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، هيقول لنا آخر أخبار الطرح الجديد لأراضي لشقق دار مصر، وهيقول لنا عن الطرح اللي هيحصل بكرة في مصر. مساء الخير يا باشمهندس أمين. مساء الخير حضرتك. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير والشعب المصري كله بخير، وبننتهز الفرصه دي وبنهنئ القوات المسلحه والشعب المصري كله بذكرى حرب اكتوبر المجيده 10 رمضان بكره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك تعيش. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه رمضان، وطبعا يعني جهاز القاهره الجديده من خيره الاجهزه اللي شغاله في مصر، وربنا يقويك دايما وتفضل القاهره الجديده في مقدمه اجهزه مصر يعني. ان شاء الله باذن الله. كان في حضرتك المفترض بكره ان شاء الله هيبقى في طرح جديد لمجموعه من الوحدات السكنيه في دار مصر، هيتم الاعلان والطرح ليها بكره، فكنا عايزين نعرف حضرتك تفاصيل الطرح ده ان شاء الله هتبقى عباره عن ايه. هو الاعلان نزل فعلا، هو بالنسبه للدور الارضي والاخير. تمام. يمكن نصيب القاهرة الجديدة كان في 1359 وحدة. تمام. وده يمكن بالنسبة لجنة اللي هو بدأ التسجيل فيه في 26/4، اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله سكن مصر. سكن مصر. إجمالي عدد وحدات 1756 وحدة. تمام. ده الطرح ده بيتم العرض الإعلان ليه وبيتم تقديم الشراء عن طريق الأونلاين صح؟ بالظبط كده، وفعلا بدا التسجيل يعني بالنسبه للجنه. وان شاء الله من 12 بالليل الليلادي هيبقى يفتح سكن مصر ان شاء الله. واعتقد التجارب السابقه كلها للطروحات كلها بتنفذ، يعني مجرد انكم بتعلنوا اعتقد الاطروحه بتنتهي في وقتها. والله قطاع الاسكان في مصر او في القاهره الجديده خصوصا يعني عليه اقبال غير عادي. ومفيش يعني كل اللي بيتم طرحه بيتم الاقبال عليه وتخصيصه بسرعه. تمام. بيتم الاستجابه ليه، حجم الطلب على المشروعات اكتر من حجم المعروض.
اكيد اكيد. واحنا لو جينا اتكلمنا على قطاع الاسكان في القاهره الجديده هنلاقي احنا يمكن مشروع جنه. تمام. احنا عندنا 365 عماره. تمام. باجمالي 8760 وحده، اللي هو ما يعتبر المرحله الثالثه من دار مصر. دي الثالثه. اه بالظبط. طيب في شروط من 115 ل 140 للوحده، المتر للوحده يعني. تمام. يمكن عندنا نسبه الانجاز تخطت ال 85%. تمام. والمرافق تخطت ال 70%، ومتوقع التسليم هيبقى في 30/29 ان شاء الله. طب في شروط للتقديم عشان الشراء؟ خالص. يعني مش لازم يكونوا عايشين بره ولا حاجه، ممكن من جوه مصر يشتروا. كله يشتري. اه ده متاح للجميع. وبالجنيه مش بالدولار. بالجنيه يا فندم. تمام. طيب سؤال تاني معلش نثقل عليك. اتفضل. كان في منظومه جديده انتوا كنتوا عملتوها في الاجهزه من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه، وهي التخصيص المباشر للاراضي. فاخبار ده ايه على الارض؟ يعني عند حضرتك في القاهره الجديده اخبار تفاعل ايه المستثمرين على طلبات اراضي بالتخصيص المباشر والتخصيص الفوري، اخبارها ايه؟ والله الطبيعي بتاع القاهره الجديده ان هو يعني كل ما يتم طرحه او اتاحته يبقى عليه اقبال غير عادي. اه في عليها طلب اكتر من العرض. بالظبط. يمكن احنا لو جينا يعني مراجعه بسيطه كده ان في 248 طلب. تمام. تم العرض على مجلس الاداره وتم التخصيص. تم التخصيص بالفعل. بالفعل الانشطه الخدميه وترفيهيه وسياحيه، محطات بنزين، كل الانشطه 248 حاله. تمام. ومخازن وكله يعني. يعني كل اللي قدم تقريبا حصل على قطعه ارض. ده 200 دول 248 خلاص تم التخصيص فعلا. احنا عندنا 289 طلب تقدموا وسددوا ال 10%. تمام. وعملوا الاستيفاءات اللازمه وفي انتظار العرض على مجلس الاداره. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك بتتكلم يعني تقريبا في نسبه استجابه يعني تقريبا تعدي ال 80%. بالظبط كده. ما شاء الله. احنا طبعا بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تشرفنا يوم كده في البرنامج واتكلمنا عن اخر تطورات القاهره الجديده باذن الله. ان شاء الله. متشكرين وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا باشمهندس، الف شكر ليك. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا ومعاكم مع ضيفنا العزيز الاستاذ حسام نور الخبير العقاري. مساء الخير حسام بيه. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اول حضرتك. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. زي ما حضرتك شايف كده يعني ال 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 السوق فيه اختلاف كبير قوي، فيه تباين. تمام. يعني في ناس تقول لك العرض كتير ومفيش شراء، واحنا سامعين اهو بنفسنا لا في اطروحات بتطرح وبتتباع كلها. هل الفجوه اللي جوه السوق العقاري النهارده هي عيب في المطور ولا عيب في المشتري؟ لا هو بص، هي الفجوه جايه بس جت فتره الازمه بتاعت الكورونا زي ما اتكلمنا قبل كده. هو بيحصل عمليه مخزون للطلب، يعني في طلب موجود لان السلع العقارات سلعه اساسيه زي الاكل والشرب. تمام. سلعه لا غنى عنها، ففي طلب عليها مستمر كل يوم. في ناس عايزه تتجوز وعايزه شقه وعايزه تجيب شقه لاولادها والكلام من ده، فده موجود كل يوم عندنا. تمام. انما ازمه الكورونا عملت شويه احجام في التعامل المباشر، ما حدش عارف يروح شركه يتعامل بشكل مباشر والكلام من ده في الوقت اللي قل فيه العرض. تمام. فاصبح السوق العقاري متجه اتجاه عرضي من ازمه الكورونا، هو ثابت، مفيش ارتفاعات ومفيش انخفاضات. لكن في بعض الشركات بدأت تعمل فرص عقارية، يعني تعمل عروض خاصة ان هو يخفض جزء او يأخر مقدم او يقدم مقدم او الكلام من ده. فدي الفرص دي هي يعمل اللي محفزات. دي يعمل محفزات للسوق انه يتحرك في ظل الاتجاه العرضي ده. دي تبقى فرص كويسة للشراء، للعميل اللي عايز يشتري. للعميل اللي عايز يشتري. يعني احنا هنقول دلوقتي ان احنا في الوقت الحالي، احنا بالنسبه للوقت الحالي فرصه شراء. فرصه شراء. فرصه الوقت الحالي اسمه فرصه شراء. ليه؟ لان بعد انتهاء الازمه دي السوق هيتحول من الاتجاه العرضي للاتجاه الراسي، وهيبدا يحصل ارتفاع اسعار. ليه؟ لان خلال الفتره دي العرض بيقل، مفيش انتاج جديد، لكن في طلب مخزون، الطلب ده هيظهر مره واحده. في عرض قليل، فده هيعمل دفع متحوش. بالظبط. يعني كان الطلب حاصل. بص، هو قانون عرض وطلب، قانون العرض والطلب قانون اقتصادي بيحكم اي سوق، سواء سوق عقاري او سوق ذهب او سوق. في السوق العقاري عندنا لا، الاتجاه هيطلع بعد ازمه الكورونا، الاتجاه هيرتفع. متوقع ارتفاع من 20-25% في اسعار العقارات ابتداء مثلا من السيزون الجاي من شهر 7 او 8 على الصيف. تمام. طيب سؤال تاني. اتفضل. النهارده يعني العقار ذات نفسه
شكله اختلف. يعني كان زمان العقار يا شقه شاليه وخلاص. تمام. النهارده العقار شكله اختلف، بقى في عندك شواء وعندك شاليهات وعندك اشكال جديده من العقار، وهي عباره عن مباني تجاريه او بيتقال عليها مولات. تمام. وفي مباني اداريه. تمام. مقرات للشركات، وفي مباني طبيه. تمام. هل النهارده بحكم ان حضرتك بتعمل في المجال العقاري وعندك خبره كتير فيه، تمام، لو حبينا ننوع او نرتب الانواع دي من انواع البضاعه اللي موجوده جوه السوق من المنتجات، تمام، نرتبها ازاي؟ يعني نقول مين الاول ومين الثاني لو حد عايز يستثمر؟ تمام. ده سؤال ذكي جدا. ذكي جدا، الله يخليك. السؤال ده بيتكلم عن شريحه المشتري العقاري بهدف الاستثمار، اللي تمام. بيشتري وحده بهدف اللي يستثمرها، ده مختلف تماما عن اللي بيشتري وحده بهدف عشان السكن يستعمل. عشان النيد. لا، المستثمر اللي هو جاي يشتري وحده للاستثمار، لو هيفكر يشتري وحده تجاريه في مول تجاري او في عياده في مبنى طبي او مبنى اداري او الكلام من ده، مشكله الموضوع ده في حاجه، الموضوع ده نوع من انواع المضاربه، في مضاربه شويه. ليه؟ لان انا النهارده لو اشتريت سي محل بمليون جنيه في مول تجاري، تمام، على اساس ان المول ده هيأجر، تمام، انا ايه المجازفه اللي انا بتحملها؟ لو المول نجح، سعر المحل ده ممكن يوصل من مليون جنيه لخمسة مليون جنيه في سنه، في سنه واحده، لان انا بتكلم ان انا ببيع جزء من مشروع ناجح. تمام. الكارثه العكس، لو المول فشل، المليون جنيه بتاعتي دي هتعتبر بلغه السوق بنقول اتحبست، خلاص مش هقدر ابيع المحل ولا بمليون جنيه، وممكن ما اعرفش ابيع باقل من ثمنه. تمام. ودي فيها نوع من المضاربه، فانا ما بنصحش الاستثمار في الحته دي. هي بتجيب عائد والكلام من ده، لا، الافضل استثمر في السكن. ليه؟ لان السكن الطلب عليه متزايد وثابت. انا النهارده لو خدت واحده بهدف الاستثمار اجرتها 3 4 سنين وبعتها، هكسب فيها 100% على الاقل. تمام. ده بالنسبه ان انا انما استثمر في مول، فانا مش بستثمر في عقار، انا بستثمر في النشاط نفسه بتاع المول. بس انا بستثمر في الاسم، ما بستثمرش في وحده عقاريه كده. فاهم. يعني حضرتك يعني واخد بالك من الفرق؟ اللي هيحركها هو كيفيه اداره المنظومه دي فيما بعد، المنظومه مش سعرها في السوق ولا مكانها. لا، انا ممكن الاقي مول ناجح جدا في منطقه عشوائيه والمول ناجح، طب والعكس. طب ساعات بتبقى يعني في الحاله بتقولها دي، الـ 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 المتوسط او المديول اللي اتقاس عليه هو ايه؟ هو المطور العقاري اللي هيدير المول فيما بعد. بالظبط، هو ده رقم واحد، مش مكان المول، مش مكانه، لا، كيفيه ادارته. انا النهارده عايز استثمر في مول، يبقى لازم اقعد اتكلم نشاط المول وفكره ادارته، ايه الدعايه بتاعته، ايه مدى نجاحه وطريقه ايجاره، عشان اقدر احكم اذا كانت دي فرصه استثماريه ولا لا. بدليل يعني برضو اللي حضرتك بتقوله، برضو يعني يذكرني بمكانين في مصر الجديده، مكانهم مميزه جدا بدون ذكر اسماء يعني، وواحد فيهم جامد جدا، لو حبيت تحصل على محل هناك حتى لو خمسة في خمسة مش هتلاقيه، وواحد تاني لو حبيت تروح تاخد 100 متر هتلاقيهم موجودين، رغم ان اللوكيشن يعني مختلف تماما. ده ليه؟ للاداره، لان انا هنا براهن، مش براهن على الوحده العقاريه في الاستثمار بتاعي، انا براهن على مدير الوحده العقاريه اللي بيدير المنظومة. سواء كانت منظومه اداريه او تجاريه. طيب سؤال بقى، لو احنا خرجنا من الدائرة التجارية دي ورحنا للدائرة السكنية، طيب كويس، نرتب الأماكن السكنية ازاي؟ طيب يعني نقول بص، أنا لو هشتري شقة بهدف الاستثمار كويس حاجة، ولو هشتري شقة بهدف السكن حاجة تانية. أنا لو هشتري الشقة بهدف الاستثمار، أكيد إن أنا أدور على المناطق الشابة، كويس، يعني بالعكس المناطق الراقية، يعني أنا بيتهيألي التجمع الخامس تشبع خلاص في ارتفاع الأسعار. تمام، ده وصل لمرحلة التشبع، في غير منطقة واعدة مثلا زي الحال المتميز في بدر. تمام. معانا مداخله بس من المهندس مصطفى فهمي، اهلا وسهلا، رئيس جهاز الشيخ زايد. مساء الخير يا مصطفى بيه. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله معاكم، سنة طيب. الله يخليك، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. طبعا يعني احنا ال هيئه المجتمعات العمرانيه لما قعدنا نصنف فيها رؤساء الاجهزه، لقينا حضرتك يعني من خيره الاجهزه اللي شغاله على ارض الواقع في التنفيذ وفي التقنين وفي بيع الوحدات، ويعني في كل حاجه، يعني زايد بقت حصان كل اللي بيقرب منه بيكسب. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ده كتر خير، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك وحضرتك بألف صحه وسلامه. كنت عايز اسحرك على حاجه، احنا طبعا معانا استاذ حسام نور، هو خبير عقاري وكان مقدم مبادرة معانا من حلقتين بنتابع في الموضوع، وهو التقنين أو تفعيل التقنين أو تسريع تفعيل التقنين.
للاراضي اللي اتضمت لاجهزه المجتمعات العمرانيه الجديده. طبعا لما عملوا الاحصائيه لقينا ان جهاز زايد من اكتر الاجهزه اللي شغاله وابتدت تفعل وابتدت تقنن وشغاله على ارض الواقع يعني بشكل ما شاء الله. فكنا عايزين نسالك انتوا وصلتوا لفين وحضرتك شايف يعني بقيه الاجهزه مش شغاله بالسرعه دي ليه؟ طيب يعني اولا بشكر حضرتك جدا على المسائل ومداخله الجميله ديت. الله يخليك. احب اقول لحضرتك كده احنا عندنا في مناديق الشيخ زايد قرارين جمهوريين صدروا سنه 2017. تمام. قرار رقم 230 وده ضم حوالي 2500 فدان كلهم اراضي كانت اراضي تنميه زراعيه. تمام. وبضمهم لينا كده تحولوا الاراضي سكنيه كامله. تمام. والقرار الثاني رقم 77 دوت بيضم حوالي 6000 فدان يعني تقريبا قد مدينه الشيخ زايد القديمه الموجوده القديمه دول 6000 فدان لوحدهم ثاني فوقها 6000 فدان ودي برضو اراضي منضمه علينا. تمام. دي برضو كلها معظمها اراضي زراعيه وجزء منها كان اراضي من الاراضي الصحراويه. تمام. كلهم اتحولوا لاراضي سكنيه. تمام. الحمد لله احنا من 2017 في ثلاث اعلانات استقبلنا كل صلوات التقنين. والتقنين دوت كان بيبقى يقدم مستندات الملكيه بتاعته او طيب. مستندات وجوده على الارض. تمام. بالاضافه كمان بيقدم لنا رفع مساحي من هيئه المساحه المصريه عشان يورينا مكانه فين بالظبط. تمام. الحقيقه القرار الاولاني اللي هو 2500 فدان احنا كده خلصناه بالكامل كمراجعه ووضعنا كل الناس على قطع الاراضي بتاعتها بالكامل. سكنتوه. ودي كانت يعني نتيجه ان احنا محتاجين اراضي عشان نعمل فيها شوارع ونعمل فيها خدمات ومرافق. تمام. كل الاراضي دي اراضي سكنيه. احنا طبعا محتاجين طبعا غصب عننا نعمل شوارع كويسه تليق بمدينه الشيخ زايد. طبعا. محتاجين نعمل محطه ميه. نعمل اسم شرطة. تمام. نعمل محطة كهرباء. نادي مدرسة. نعمل مدرسة. فاضطرينا ان احنا نبقى نمشي بآلية اللي هي ان احنا ناخد 50% من الارض ديت. مقابل عيني. في مقابل ان انا اديله 50% صافي. تمام. كمان بالاضاءة واحولها له لسكن يعني وادخله فيها مرافق يعني تاخد منه مقابل عيني وتحوله لسكني وبالمرافق. اديله مرافق واحوله له سكن وادخله مرافق مجاني خالص ما يعني من قيمه الارض دي. انا باخد ال 50% ديت بعمل منها الشوارع بتاعتي بعمل منها الخدمات اللي موجوده. الحقيقه الناس عندنا المواطنين انتصرت لينا الحمد لله. تمام. تقريبا كانوا حوالي اكثر من 800 طلب اتقدم لنا للاراضي ديت في اراضي كبيره واراضي صغيره. تمام. احنا يمكن خلصنا كل الاراضي دي بالكامل ومستنيين الناس تعمل معانا التقنين طبعا بالدور يعني. وصلنا تقريبا كده نقول 30% منهم جم خلاص قانون وضعهم وخدوا الارض بتاعتهم. تمام. وبيطلعوا دلوقتي تراخيص للبنى كسكن. ما شاء الله. يعني خلاص بتعمل لهم رخص مباني من الجهاز خلاص عشان يبتدوا يبنوا. طيب دي حاجه عظيمه جدا. طب عايز اسال على حاجه؟ كده استاذ حسام عايز اسال حضرتك على سؤال. الأول بحقيقة يا مصطفى بيه وبشكر سيادتك على المجهود الرائع بجد والمنفرد والمتميز دونا عن جميع الأجهزة اللي موجودة على مستوى المحافظة. ده حقيقي. بس كنت عايز أسأل حضرتك، حضرتك بتاخد طبعا 50% من مساحة الأراضي في التقنين مقابل التقنين. تمام. حضرتك بتعيد طرحها بعد كده للاستثمار؟ بدأت تبقى تعمل ده ولا لسه؟ لا، احنا الحقيقة بنبقى قاعدين حاجتين. تمام. إذا كانت الأرض أنا مش هستخدمها في الشوارع او في خدمات. أيوة. فبدي اولويه لصاحبها انه ياخدها مني تاني. ده ممتاز جدا. فبقول باختياره يعني. بديها له لان طبعا انت عارف حضرتك كانه بقانون الشفعه هو الارض ال 50% جنبي ال 50% اللي انا خدتها منه. تاني حاجه كمان هي الارض في الحقيقه كانت بتاعته. وحضرتك مثبت سعر للمتر بقى؟ احنا حددنا اسعار المتر هناك في القرار 230. تمام. دي منطقه متميزه اللي هي أيوة على طريق اسكندريه قدام كارفور وقدام داندي ويعني قدام منطقه. تمام. حيويه جدا. كانت الاسعار عندنا هناك بتتراوح يمكن من 3000 ل 5000 جنيه. ده يعتبر سعر مميز وسعر سوقي برضه في نفس الوقت. ده كده ممتاز جدا. سعر مميز. انت عارف حضرتك لما يكون ب 3000 جنيه
كانه دفع في طبعا الارض بالكامل، كانه دفع 1500 جنيه. انا بحييك يا مصطفى بيه، ده تفكير عظيم وتفكير يدخل للدوله فلوس وتفكير ممتاز جدا. انا بحييك وبحيي حضرتك على المجهود الرائع. ربنا يخلي حضرتك. دي الارض اللي حضرتك بتقول عليها دي كانت تبع برواش وانضمت لزايد صح؟ دي ارض تبع جزء كبير منها تبع ابو غواش. تمام. وجزء ثاني كان تبع منطقه الثوره الخضراء، جمعيه الثوره الخضراء. جمعيه الثوره الخضراء انضمت لزايد. ودول انضموا خلاص لزايد ودخلوا جوه كاردون مدينه الشيخ زايد. تمام. واحنا بنفكر طبعا كل دول بنصحهم ثاني معاهم، وده اللي بيخلينا نرجع نديله الارض بتاعته اذا ما استخدمتهاش يعني. ما لهاش استخدام عند حضرتك تديها له ثاني. بديها له تاني عشان اطمن كمان ان هو يبقى عنده مساحه كبيره يقدر يعمل فيها كومباوند. لان انت عارف مدينه الشيخ زايد يعني بتقايمه على المجتمعات العمانيه المصغره الصغيره. تمام. لا طبعا هو يعني هو واضح طبعا من اللي احنا بنشوفه. وانا برضو لما جيت صورت مع حضرتك في الجهاز واطلعنا على الحاجات اللي حضرتك بتعملها، يعني حضرتك شغال على الارض يعني ما شاء الله، ربنا يقويك يعني. ربنا يخلي حضرتك، انا بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا مصطفى بيه، ودايما يا رب كده موفق، ويا رب الاجازه الثانيه قلبها يبقى جامد كده زي حضرتك كده وتبتدي. هي فرصه اني بكلم حضرتك كمان النهارده، لان كمان احنا عندنا التصالح بقى على مخالفات البناء. تمام. الحقيقه احنا عاملين تاشيرات كتير جدا دلوقتي، عشان احنا برضه خلصنا مراجعه المتقدمين، الناس اللي اتقدمت كلهم. تمام. احنا بنحول المخالفات اللي موجوده عندنا، سواء كانت في غرف السطح او مخالفات بنائيه معينه وكده. احنا يمكن احنا اعلنا يعني الاسبوع اللي فات دوت، بدانا ناخد الرسوم من الناس. الناس كانت قلقانه جدا، كانت خايفه ان تعمل لها ازالات. فاحنا حبينا نطمنهم ونقول لهم ان سعر كل المخالفات للمكان ما بيزيدش عن 2000 جنيه، ده رقم بسيط جدا. 2000 جنيه للمتر يعني. تمام. يعني اللي عنده مخالفه غرف سطح مثلا 100 متر فوق، بني شقه 100 متر فوق. تمام. في غرف السطح يعني هيدفع اقصى حاجه ليه 2000 جنيه، اقصى حاجه لحد اقصى 2000 جنيه. اقصى حاجه 2000 جنيه للمتر ولا للمخالفه؟ للمتر. لا للمتر. يعني 200,000 جنيه. يعني 200,000 جنيه للي عنده 100 متر، دي اقصى حاجه يعني اقصى. مفيش اقصى من كده. فهمت. مفيش اقصى من كده، ان بحد اقصى 2000 جنيه للمخالفات. والباقي عندنا عندنا مخالفه 800 جنيه، عندنا مخالفه قصدي احياء 700 جنيه 600 جنيه. فالارقام بتشدين عمرها عن 2000 جنيه بحد اقصى. تمام. طيب وبالنسبه للبدرومات؟ نفس الحكايه، بس يمكن البدرومات يعتبر نص المبلغ دوت، لان طبعا مخالفه البدروم بيبقى فيها مخالفه في الاستخدام فقط، تغيير النشاط. تقريبا 50% من الرقم ده. تمام. البدروم ده اتحول لسكني بشرطه ان هو بيقدر يوفر منطقه جراج في بقيه البدروم، بقيه مساحه البدروم. في البدروم احنا كمان عاملين تقسيط على 3 سنين بدون فوائد للمخالفه، عشان نبتدي نيسر على المواطنين ان هي تخش معانا في قانون التصالح. ان هو يبتدي يفعل قانون التصالح كمان. فبمجرد ما بيجي عندنا بيقسط المبلغ على 3 سنين بدون اي فايده. مش انا بقول لحضرتك انت اكتر واحد ما شاء الله ماشي على راس كام يا مصطفى؟ على راس الطابور. فنم المقدم كام وبيقسط كام على 3 سنين؟ يعني هو بيدفع 25% 25% مقدم ليه، وبيقسط الباقي على 3 سنين بدون اي فايده. تمام ممتاز جدا. طبعا سهل جدا يعني، اللي هيبقى معاه اللي مخالفته اقصى حاجه زي ما قلنا 200,000 جنيه، دي اقصى حاجه ما شاء الله. احنا كده عندنا يعني هيروح يدفع 50,000 جنيه اللي عامل 100 متر، هيدفع 50,000 ويقسط بقى 3 سنين. هيبقى صالح خلاص كده، في اسمه تصالح معاه. ده ممتاز جدا. تمام. ربنا يوفقك. يدفع 150 بدون فوائد لمده 3 سنين. تمام. ربنا يوفقك يا مصطفى بيه. احنا دي مديانا فرصه ان احنا مدين الناس مهله لغايه شهر 7 اللي جاي، يكونوا خلصوا كل تقنين اوضاعهم في المصالحات. تمام. لان بصراحه بعد كده مش هيبقى في حجه ان اي حد مخالف هنبتدي نعمل له ازاي لو ما تقدمش على خلاص هو ما اتصالحش بقى. بالظبط. يبقى هو ما عندوش استعداد للاتصال. مميزات جميله للمخالفات خلال الفتره اللي فاتت، فما فيش يعني مش شايف انا صراحه اي مبرر بعد كده انه ما يتقدمش يعني. ما عندوش عذر بقى انه ما تفاعلش. صح. دي حقيقه يعني. دي حقيقه. تمام. بنتقدم لك طبعا بخالص الشكر يا مصطفى بيه، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه رمضان،
ونشوفك على خير ان شاء الله، تيجي يوم تشرفنا بقى في البرنامج كده ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. كل سنه وحضرتك طيب، وشكرا لضيوف حضرتك الكرام يعني في القعده دي، وكان نفسي ابقى موجود في وسطيكم يعني واحنا بنتكلم. ده شرف لينا ان شاء الله. نرتب مع حضرتك كده ان شاء الله تيجي تشرفنا ان شاء الله حلقه في رمضان قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. ده وعد على الهوا. ان شاء الله باذن الله. ماشي يا مصطفى باشا، ربنا يخلي حضرتك تعيش يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. نرجع تاني ال الموضوع. في ناس ابتدت تشتغل ما شاء الله. ده خلص يعني ده اشتغل وخلص. بص، جهاز الشيخ زايد رقم واحد في تفعيل التقنين. اكتر جهاز شغال أكتر بالفعل على الارض. اخر ثلاث اجهزه لسه ما اشتغلوش، جهاز الشروق، جهاز العبور، جهاز سفنكس. العبور القديمه ولا الجديده؟ العبور الجديده. الجديده وسفنكس، ودول فيهم ارقام هنتكلم فيها دلوقتي. ارقام كبيره يعني مساحات. ارقام كبيره ومحدش عايز يشتغل يعني. طب هل يعني انا مش قادر اعرف طبعا لما نشوف بقيه المداخلات اللي هتحصل معانا، لكن يعني ليه في فارق في السرعات كده بين الاجهزه؟ ايه الفكره يعني هل 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 في اماكن واضحه قوي سهله التشغيل، ولا دي حاجه بترجع للمنطقه شكلها يعني تقبل السرعه، ولا في مناطق بتبقى لسه بكر خالص؟ لسه اقول بصراحه مش بصراحه قوي. هي موضوع زي اللي كنا بنتكلم فيه، موضوع اداره. في رئيس جهاز بيدير عنده حسن اداره، عارف يوظف المساله كويس جدا زي مصطفى بيه، نموذج يحتذى به فعلا. وفي لا، في اجهزه فيها تباطؤ، وفي اجهزه فيها روتين، وفي اجهزه فيها عدم اداره وسوء اداره. احنا بنتكلم في هل مشكله ممكن اداره. يكون في بعض الاجهزه الطاقه ده رقم اتنين. ده طبعا الطاقه المستنديه اكتر من قوته. طبعا يعني هو ما يقدرش يغطي الطلبات دي يعني ما هو يعني النهارده هو اللي متقدم له مثلا 10,000 طلب. تمام. طب هو يعني هل هو طاقته الوظيفيه للموظفين اللي جوه الجهاز تستوعب الكميه دي؟ يعني يقدروا ان هم يخدموا على ده؟ لا ما يقدروا. ولا ممكن احنا نقدم مقترح؟ يعني انا بفكر، كنت من الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما حضرتك كنت معانا، في حلول يعني. انا محتك بمجال العقارات والاستثمار من عمري يعني 30 سنه. تمام. ففكرت فكره، قلت طب احنا النهارده لما بنيجي مثلا نعمل انتخابات كويس، بناخد المدارس بالظبط كده، ونجيب ناس من وزاره العدل كويس مسؤولين. تمام. يجوا يعملوا انتخابات. طب لو احنا النهارده بعض اجهزه المدن مش قادره انها تفرز الورقيات القانونيه وتدرسها قانونيا، طب ليه ما يتمش انتداب مجموعه من وزاره العدل تبقى موجوده جوه الجهاز تفحص الورق؟ تمام. ويبقوا ناس قانونيين باشراف قاضي او رئيس محكمه. تمام. زي الانتخابات. تمام. ودي حاجه قوميه، دي حاجه للبلد يعني. احنا مش بنتكلم على حاجه. بص حضرتك بتقوله ده عشان يتنفذ على ارض الواقع محتاج اتفاق ما بين وزاره العدل ووزاره ده قرار واحد. الموضوع احنا عندنا قرارات وما اتنفذتش. لا، الموضوع اسهل بكده بكتير. انا ممكن اعين 500 محامي عندي منتدب من خريجين الحقوق اللي عايزين يقعدوا يدرسوا الملفات. ايوه، بس يبقى عندهم الخبره الكافيه انهم يدرسوا ملف يعني المره اللي فاتت. اصل هو الموضوع، بص الموضوع سهل وبسيط. دراسه الملف ده انت بتبحث ملكيه، بحث الملكيه ده ما بياخدش 5 دقايق. انا معايا الم معايا مستندات ملكيه سليمه او مش سليمه. تمام. الموضوع مش صعب ان انا ابحث ملكيه، الموضوع مش صعب. مش هو بيراجع المفروض تسلسل ملكيه؟ تسلسل الملكيه ده بيبقى في عقود مثبته. تمام. هل يا ترى رقم واحد اي عقد مسجل هنعترف بيه؟ تمام. الدوله نفسها معترفه بالعقود المسجله. تمام. فده ما فيهوش كلام. هنخش بعد كده في العقود الحرفيه. العقود العرفيه انت المسلسله اللي وراء العقد المسجل. ما هو ان عن معايا عقد مسجل تم على هذا العقد المسجل من اجراءات. تمام. هل يا ترى هي مثبته بصحه توقيع او صحه بيع ونفاذ؟ دي سهل ان احنا نراجعها وحدد شروط. اقول والله يا جماعه اللي معايا عقد بيع عرفي لازم يجيب لي عليه صحه بيع وتوقيع، صحه توقيع او صحه بيع ونفاذ. فده سهل، موضوع سهل مش صعب تنفيذه في الناحيه العمليه. لا، سهل ان يقوم بيه مجموعه من الساده المحامين ينتدبوا في الجهاز. انا النهارده لو انا مدير جهاز هعمل كده، هعين 100 محامي عندي منتدب. طب ينتدبوا من وزاره العدل؟ لا، هو انا عينهم عندي في الجهاز بشكل مؤقت. ايه المشكله؟ لمهمه محدده لدراسه ملف معين. يعني هل ده اجراء اسهل ما هو ينتدب ناس من وزاره العدل؟ اجراء اسهل. يقدر والله ينتدب ناس من وزاره يعني العدل. اعتقد ان كمان ده يبقى فيه يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه. في بعض الوزارات بيبقى جواها ممثل لاملاك الدوله يعني. تمام. وزاره الزراعه مثلا اما بتاخد عقد من وزاره الزراعه بيمضي عليه 3. تمام. الوزير والمشتري وممثل جهاز املاك الدوله. تمام. كويس. ده بيبقى منتدب من. تمام. وزاره العدل. ف يعني اكيد ان وزاره العدل كمان هتبقى جهه تراست بالنسبه لرؤساء الاجهزه
لو هم خايفين من شرعيه الورق، يعني لو هم قلقانين ان هم يدرسوا طلبات بسرعه معينه تبقى اكتر من هم يقدروا. احنا عندنا ماده اسمها الماده 176 في الدستور بتاعنا، بتقول ايه؟ بتقول تكفل الدوله دعم لا مركزيه الاداريه والماليه والاقتصاديه. فدي ماده في الدستور، الدستور اللي كلنا انتخبناه وكلنا كنا فرحانين بيه. الدوله بتقول لك بدعم لا مركزيه، فانت النهارده ليه مصمم تعمل مركزيه؟ ليه مصمم تقعد تدرس الورق بنفسك؟ ده مش شغلتك، دي شغله ان لا اعمل لا مركزيه واعمل جهاز او اعمل مجموعه، عين مجموعه من المعلمين. هو المفروض الخروج أونلاين. هو المفروض الخروج من 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 اللامركزيه هو ان هو خلى رؤساء الاجهزه يشتغلوا مباشر كده. انا ما يعني عارف هو عارف لو في مركزيه كان بقى كل حاجه بيروحوا يعملوها جوه الهيئه. ما هو المركزيه وقفت فين دلوقتي؟ في جوه الاجهزه، في رئيس الجهاز بقى، على رئيس بقى الجهاز هو اللي عنده المركزيه. لا انا بنشد رئيس الجهاز يعمل لامركزيه، يبدا يحط مجموعه وينتدبها وتمسك الملف ده، ما تمسكوش انت بنفسك. ايوه انت مش هتلاحق. انت النهارده هل موظفين الجهاز يقدروا ان هم يكفوا على خدمه ده؟ لا، اجيب مجموعه، انتدب مجموعه. ما ده اللي انا بقول عليه، ما بقاش انا النهارده كرئيس جهاز مطلوب مني ان انا اشجر جناين وسفلت شوارع واحارب مخالفات واطرح اراضي جديده وكمان اقعد اقنن وادرس انا بنفسي ملفات التقنين. بالظبط، مش هقدر. انا النهارده في اجهزه فيها 6000 طلب و10000 طلب، انا لو هقعد كرئيس جهاز ادرس ملف ملف هقعد 15 سنه و20 سنه. بالظبط. فلا النهارده طبقا للدستور انت اعمل بالماده 176 واعمل تعيين، انت دي صلاحياتك كرئيس جهاز ومن حقك ان انت تعمل كده. انتدب مجموعه واعمل منصه الكترونيه واعمل جهاز صغير عندك لاداره الملف ده لانه يستاهل. طب انا عندي اجهزه يا استاذ ابراهيم، يعني لو اتكلمنا في عندي جهاز الشروق في 55 مليار جنيه تلمه، نرجع تاني اللي هي الدفعه الربع، الدفعه الربع من اجمالي 222 مليار، 220 مليار. تمام. عندي جهاز العبور عنده 58000 فدان يلم 195 مليار يستحق منهم 50 مليار. تمام. وعندي دول كده 100 مليار لوحدهم. جهازين جهازين. وعندي سفنكس 32000 فدان، سفنكس 62000 ضم 62000 فدان كلها على بعضها 60000 فدان. فانا بتكلم في حسبه 200 مليار جنيه في 3 اجهزه ما اشتغلتش. لا ليه؟ عشان رئيس الجهاز، انا شفت مداخلات من الحلقه اللي فاتت، رئيس الجهاز بيقول لك انا بدرس بنفسي. بدرس بنفسي يعني هتدرس لو عامل لجنه بس؟ هو الفكره ان ممكن الملفات تكون كتير عليهم. ما هو ده يعني اللي احنا بنقوله لازم يبقى. يعني لو هم مش كتير عليهم، طب ما هو مصطفى بيفهم، هو بيقول لك 2500 فدان فرزهم وخلصوا. يعني ليه؟ يعني في اداره، في إدارة بقى. هو هل يا ترى استاذ مصطفى قعد بنفسه؟ مهندس مصطفى لا اكيد لا، عامل لجنه، منظومه عنده شغاله تحت ايده، اداري ناجح. بالظبط. ده مطلوب من كل رئيس جهاز، يبقى عنده صلاحيات. انت النهارده رئيس جهاز شغلتك ان انت تدير، لازم تبقى اداري ناجح وعندك ملف خطير. وبعدين ملف هيدخل فلوس لموارد الدوله، بس يعني مش كده. حاجه ده اللي مش احنا حاجه بنتكلم فيه، مش حاجه قليله، وهيغير شكل المشاريع. يعني ما انت النهارده هيغير شكل الدوله، هيغير شكل المشاريع. يعني النهارده مصطفى بيقول لك انا هطلع رخص، يعني هيبقى في حركه عمران جديده، في ناس هتبتدي تبني، في عمال هيشتغلوا. يعني في مردود. تمام. على الدوله. تمام. بشكل غير مباشر كمان من الايد العامله والناس اللي تشتغل. يعني لو ده اللي احنا بنناشد بيه. لو 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 الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش عمل المشروعات القوميه اللي عملها. تمام. لما مسك مصر كان في كتير جدا من العماله ما زالت متوقفه بسبب ان ما فيش حاجه تستوعبهم. انت النهارده بتتكلم في 14 مدينه جديده، منهم العاصمه الاداريه شغاله زي خليه النحل، منهم العلمين الجديده، منهم المنصوره الجديده. تمام. في اماكن كتيره بقت مستوعبه، الصوت الجديده بقت مستوعبه عماله كمان. فبرضه اللي حضرتك بتقول عليه ده، ما هو ده برضه هيستوعب عماله بشكل تاني. طيب يعني ما ده اللي احنا بنناشد بيه، هيفعل اكتر. بص الموضوع سهل، ادارته هو محتاج تسريع. هو الموضوع يعني هو الرئيس طلع قرار. تمام. بس محتاج اليه للتسريع التنفيذ. هو محتاج حد باختصار شديد يقعد يدير ملف. ده ملف عندي من ضمن الملفات اللي عندي في الجهاز، انا ادير الملف ده محتاج حاجتين نعملهم. معانا مداخله من سياده النائب محمد الحصي وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. مهندس محمد الحصى وكيل لجنه النواب بمجلس وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. ايوه يا فندم. مساء الخير يا محمد بيه، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه رمضان وبمناسبه ذكرى العبور المجيد العاشر من رمضان بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. طيب يا فندم، في البدايه طبعا يعني قبل ما نهني الشعب المصري كله بشهر رمضان وبذكرى العاشر من رمضان، ذكرى العبور المجيد،
برضه بنعزي انفسنا وبنعزي الشعب المصري كله طبعا في شهداء العمليه الارهابيه في شهداء العمليه الارهابيه. وان شاء الله احنا يعني مصر ان شاء الله لن يزيد هذا الامر الا صلابه ان شاء الله. طبعا طبعا، وهم اولادنا، ما يعني حتى ذكرى عبور اكتوبر دي احنا بنحتفل بيها بذكرى الشهداء اللي دمهم روى ارض سيناء وحررها. طبعا يا فندم ان شاء الله ربنا يحفظ مصر بيهم ان شاء الله دايما ان شاء الله. يا رب يا رب. ازيك يا محمد، باخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك يا فندم. احنا كنا فتحنا ملف من حلقتين، دي الحلقه الثالثه، عن تفعيل تقنين الاراضي اللي اتضمت للمجتمعات العمرانيه الجديده، وعملنا مجموعه مداخلات ببعض رؤساء الاجهزه. كان لسه معانا على الهواء حالا مهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز زايد، هو فعل وقنن 2500 فدان بالفعل وشغال، وفي اجهزه تانية لسه ماشيه بسرعه بطيئه. وحضرتك شايف طبعا يعني مصر على مشارف ازمه اقتصاديه، عندنا التزامات كتير والكورونا، والاول مره نشوف ناس هي عايزه تدفع للدوله، يعني عايزه تفعل التقنين وتدفع، والاجهزه ماشيه بتباطؤ. فاحنا كنا بس حضرتك عن اليه لتسريع التقنين ده. هو فندم خليني بس اقول لحضرتك ان مساله التقنين مش بس اللي هي يعني تتبع هيئه المجتمعات العمرانيه. تمام. احنا عندنا تقنين الاراضي املاك الدوله، سواء كانت اراضي زراعيه او اراضي مقام عليها مباني. تمام. وهذا الملف فتح من فتره طويله، وحاليا يمكن كان قطعنا شوط، والمحافظات قطعت شوط كبير جدا. بالظبط، كنتوا مشيتوا فيه جامد وبعدين الموضوع ايه تباطأ شويه. هو حصل ظروف كورونا وما حدث، حصل فيه شويه تباطؤ، او خلينا نقول ان هو تباطؤ قهري الى حد ما. لكن انا بالنسبه لهيئه المجتمعات العمرانيه واجهزه المدن، انا لا اجد اي مبرر ابدا ان يبقى فيه تقاعس، لان المدن شغاله، ما فيش مدن عطلت ولا حاجه. لا هي ما قفلتش، بس مش شغاله بالسرعه اللي مطلوبه. يعني المدن كتنفيذ مشروعات شغاله بمعدل مقبول جدا في ظل هذه الظروف. اما فيما يخص ملف تقنين الاراضي او تقنين وضع اليد على الاراضي، فانا بقول ان في بعض المدن انتهت زي زايد مثلا. بالظبط. وفي مدن ثانيه يعني بتشتغل في اجراءات، يمكن الشهرين ثلاثه اللي احنا بنعيشهم حاليا. تمام. وقرار ان ما فيش تعامل مع الجمهور، ما فيش اصدار تراخيص، ما فيش مكتب خدمه المواطنين معطل، يمكن ده السبب. واحنا بنقول ان احنا يعني من خلال القرارات الجديده، ومفروض ان احنا نتعايش مع الظروف اللي احنا فيها، علشان كمان الاقتصاد ما يوقعش، وعشان البلد محتاجه النهارده العماله الغير منتظمه النهارده اللي بتصرف مبلغ وان كان يعني ربما يعني لا يكفي او لا يلبي احتياجات الناس. بالظبط. شيء الى جانب اشياء اخرى الاسر تعيش في ظل الظروف، المفروض ان الدوله تستدي حقها، واي مسؤول تحت ايده ملف علشان استداء حق الدوله، علشان الاقتصاد ما يوقفش، وعلشان عجله ما توقفش. تمام. لازم كل مسؤول من دول يؤدي ما عليه من عمل مضبوط في سبيل استداء حق الدوله. طيب انا عايز اعرف سؤال، يعني احنا كنا في احد المداخلات مع احد رؤساء الاجهزه، وقال ان هو عنده ملف من ضمن الملفات فيها 1000 عميل. تمام. طب هل يجوز عن طريق مجلس النواب ان يتقدم طلب لانتداب مثلا مسؤولين من وزاره العدل زي ما بنعمل انتخابات مثلا لفتره معينه جوه اجهزه معينه اللي الطلبات عندها كتير؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا النهارده هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، خليني اقول لك للشهاده لله، يعني ان يمكن هذه المؤسسه او هذه الهيئه انا بشوفها يعني نقطه بيضاء في ثوب اسود. يعني احنا لما بنتكلم عن الشغل وبنتكلم عن العمل وبنتكلم عن النظافه وبنتكلم عن حاجات كتير جدا، هذه الهيئه يعني بما يعني فيها وعلى راسها الدكتور عاصم الجزار يعني وزير الاسكان ورئيس الهيئه. تمام. وعندنا كمان في الهيئه المهندس عبد المطلب عماره، ما هو نائب رئيس الهيئه، الناس دي. ما هو الموضوع يا محمد بيه، يعني سياده الرئيس اصدر قرار بتفعيل الموضوع. انا متاكد ان سياده الرئيس اصدر قرار بتفعيله، ومتاكد
تمام. والهيئه من قبلها ما اثرتش او كانت الملف لكل رئيس جهاز يبتدي يفعل يعني تمام. الهيئه مش متقاعسه، بالعكس ده الهيئه يعني ماشيه على قدم وساق. خليني اقول لحضرتك يعني ان انا احد منسوبي هذه الهيئه وكنت احد العاملين فيها حضرتك شخصيا، ومتاكد ان خلال ايام اداره الهيئه او القيادات اللي في الهيئه رئيس الجهاز اللي مش هيفعل هذا الملف وبمنتهى السرعه وبمنتهى الدقه مش هيلاقي له مكان في الهيئه. مش هيلاقي له مكان، مش في الجهاز، مش في الهيئه كلها. في الهيئه. انا بقول لحضرتك كلام على مسؤوليتي. طيب انا قيادات الهيئه لا تقبل ان يكون فيها خامل او متقاعد لا هو في اي عمل، ما بالك اذا كان ده حق الدوله اللي وصدر بيه قرار من رئيس الدوله. لا احنا يعني بالظبط يعني اذا كان الرئيس عشان يسرع الموضوع طلع قرار جمهوري، ما بالك بقى تمام. يعني المفروض بقى اللي تحت يشتغلوا بقلب دورهم الرئيس، يعني عايزين تاني اكتر من كده. انا متاكد ان خلال ايام انا وسيادتك هنشوف جديد في هذا الملف من خلال اللي انا عارفه في شغل الهيئه. طيب هو احنا معانا الخبير العقاري استاذ حسام نور كان عايز يسال حضرتك سؤال. ازيك يا محمد بيه؟ كل سنه ومعاليك طيب. كل سنه ومعاليك طيب، ربنا يخليك. بص انا عايز اشرح لحضرتك الموضوع باختصار. الموضوع باختصار ان في 177 مليار مستحقين للدوله كانوا مفروض يخشوا خزينه الدوله من كذا شهر، يمكن من سنه ونص كمان، تمام؟ ال 177 مليار دول ما دخلش منهم مليار لحد دلوقتي. دول لو كانوا دخلوا خزينه الدوله هيجيبوا في اليوم الواحد فوائد 72 مليون جنيه. حضرتك متخيل ان كل يوم احنا بنتاخروا الدوله بتخسر فوائد 72 مليون جنيه. انا حاسبها بالدقيقه، احنا بنخسر في الدقيقه بالاله الحاسبه 50,000 جنيه، يعني في العشر دقايق اللي احنا اتكلمنا فيهم دول نص مليون لو الفلوس دي موجوده جوه خزينه الدوله كان زمان بقى في نص مليون جنيه زاد في خزينه الدوله. حضرتك, يعني حضرتك متخيل المشكله اللي احنا فيها؟ انا متخيل، بس انا عايز اسال على حاجه بس. تمام. يعني هو هل الملفات دي الاراضي اللي موجوده دي هل انتهى تسعيرها؟ انتهى تسعيرها ونزل قرار من رئيس مجلس الوزراء. في نزل القرار رقم 92 في 12 اكتوبر 2019 بالتسعير واللائحه التنفيذيه وكل حاجه، مفيش اي مبرر ان الفلوس دي ما بتتلمش. طيب كل ده تبع هيئه المجتمعات ولا تبع جميع مؤسسات الدوله؟ وزاره حضرتك بقى. انا بص حضرتك لا ده هيئه مجتمعات. وزاره الاسكان تناشد الاجهزه. بص وزاره الاسكان تحت ايديها هيئه المجتمعات العمرانيه وتحت ايديها اجهزه تانية ممكن تشغلها، يعني عند الهيئه العامه للتخطيط العمراني يشتغل تمام. الجهاز تمام. المركزي للتعمير يشتغل، صندوق البحث ودراسات التعمير تشتغل، كل الاجهزه تمام. دي ممكن تشتغل تساعد، مش هنضغط على الاجهزه وبس. تمام معايا معاليك. وحضرتك بص لو هنرجع للدستور الماده 133 بتقول لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ابداء اقتراح برغبه في موضوع عام طبعا. الى رئيس مجلس الوزراء واحد النواب واحد الوزارات. فاحنا عايزين بنناشد سيادتك بالماده 133 من الدستور، حضرتك دي قضيه عامه ممكن نتكلم فيها مع رئيس الوزراء، شغل بقيه الهيئات ويكلم الاجهزه تشتغل. احنا عندنا رئيس مجلس وزراء يعني كان وزير اسكان قبل كده طبعا وخبير طبعاً. اصلا في العقارات كويس جدا. لا انا بتكلم حضرتك معلش، هو راجل وطني من الدرجه الاولى. مفيش كلام، دي مفيهاش ما شاء الله، يعني الفهم العالي جدا والوطنيه الاعلى. تمام تمام، دي ما فيهاش مناقشه. انا بتكلم سيادتك بتتكلموا في الدستور ده يعني احد الادوات الرقابيه اللي موجوده في المجلس بالزبط. ما عندناش اي مشكله تمام لكن انا اللي بقوله ان شاء الله من بكره بنتواصل مع معالي الدكتور عاصم الجزار بالزبط. في هذا الصدد ونشوف ايه اللي ممكن يعني نعمله وايه اللي ممكن. انا متاكد ان هو هيكون يعني اعتقد هم لو طلبوا بس من الاجهزه مننا على هذا يعني. لو طلبوا من الاجهزه بس انها تقدم لهم تقرير ولو حتى اسبوعي بالتفعيل والدنيا ماشيه ازاي الموضوع هيتحرك ان شاء الله. الموضوع من بكره نتواصل ان شاء الله معهم حضرتك ان شاء الله. تعبناك يا محمد بيه، الف شكر ليك وكل سنه وحضرتك طيب، ونتمنى تشرفنا كده يوم في البرنامج نستفيد من خبراتك بقى اللي ليها علاقه بالهيئه كمان يعني فيما قبل مجلس النواب. سلام طيبين والشعب المصري كله خير وحضرتك بالصحه والسلامه. محمد بيه وحضرتك بالصحه والسلامه. شكرا تعيش في مصر. يعني انا شايف ان هو في اتجاهين جميل. كويسين يعني اعضاء مجلس النواب كلهم متجاوبين يعني تمام. محمد بيه عبد الغني المره اللي فاتت برضه عملت له مداخله تمام. متجاوب ومحمد بيه قال لك هيتكلم بكره ومحمد بيه قال لك هيتكلم بكره يعني الموضوع
يعني بدا الناس عايزه الموضوع يمشي يعني صراحه. بص احنا كلنا يعني بنحب البلد كلنا وكلنا حابين البلد مش عايزين نمر بازمه يعني. احنا عندنا كده مصادر دخل وعايزين نستغلها الدوله تستفيد منها والمواطن في الاخر ما يبقاش عليه عيب. والناس اللي العماله اليوميه اللي احنا عمالين ننادي ونقول يا جماعه نساعدهم نديهم مش عارف ايه في الشهر اهو حتى يعني سياده العضو تمام يعني خجل يقول الرقم يعني. اه طبعا فاهم 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 ودي يعني ما تكفيش حاجه. لكن لو بقى في فرص عمل لو الناس دي اشتغلت وفي فرص عمل هيبقوا مش محتاجين انهم ياخدوا اعانه ولا يمدوا ايدهم للدوله يعني. بدليل انهم كانوا بيشتغلوا ما بيمدوش ايدهم للدوله. طيب يعني احنا عندنا حاجه هو وعد عامه من ان هو من بكره ان شاء الله ونتمنى الله يبقى فيه انتاج ويبقى كلنا نلاقي نتيجه للمبادره يعني ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا وقتنا جري بسرعه كالعاده زي ما بنبقى مع بعض. طبعا بنتقدم لك بخلاص الشكر على وجودك معانا. الله يخليك شكرا. واحنا مع المبادره ومعاك لحد ما المبادره تتفعل والدوله تاخد حقها والناس تبتدي تشتغل والدنيا تتحرك يعني ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك استاذ ابراهيم وكل سنه ومعاليك طيب وحبيبي بالصحه والسلامه تعيش فندم. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم نترككم في رعايه الله.